أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحليل البيئي، مادة التحليل البيئي، الوحدة الثالثة، الأغلاف الأرضي الجيوسفير. ونواصل شرح محتويات هذه المادة في هذا المقطع. تنقسم ملوثات التربة إلى قسمين، صناعي وطبيعي. وغالبا تلوث التربة يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا تتعلق بصحة الإنسان. ونلاحظ التلوث الطبيعي هنا الصناعي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، في مباشر وفي غير مباشر، وسوف نتناول كلا النوعين هنا. والملوثات الطبيعية في أيضا نوعين، في انجراف، انجراف وتصحر، انجراف وتصحر، انجراف وتصحر. يمكن تصنيف الملوثات الصناعية كما يلي، كما قلنا مباشر وغير مباشر. هنا تلوث عن طريق الأسمدة الفيرتيلايزر، الأسمدة الكيميائية، وهذا يعتبر إيش؟ هذا يعتبر مباشر. بعده تلوث ناتج عن استخدام المبيدات البيستسايد، وهذا أيضا يعتبر مباشر. والثالث تلوث ناتج عن مياه المجاري السويج، وذلك عند ري الأرض بهذه المياه يتم تلوثها ملوثات معدنية بكتيرية وفيروسية، وهذا يعتبر غير مباشر. إذن التلوث الصناعي يتم على طريق مباشر وطريق غير مباشر لتلوث التربة. فالتلوثات المباشرة كما رأينا هنا عن طريق استخدام المبيدات الزراعية ورمي المخلفات الصناعية الضارة، والطريق الغير مباشر ترسيب المواد الملوثة للماء على التربة، مما يؤدي إلى نقص صوبتها وقلة إنتاجها، وقلة إنتاجها. فنواصل هنا. التلوث الطبيعي ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا من قبل، الإنجراف والتصحر. الإنجراف هو الويذرينج، والتصحر هو الديزرتيفيكيشن. الإنجراف تعريفه هو خلل في التركيب الطبيعي للتربة، ويحصل عن طريق تفتيت الصخور المكونة لسطح التربة أو تآكل التربة ونقلها عن طريق المياه والرياح. فأساسا هنا يبدأ بتفتيت الصخور. هذا يؤدي إلى نقص كمية العناصر المكونة للتربة، وهذا واحد من آثار السيئة للإنجراف. التصحر ويعرف بتدهور الأرض نسبة لسوء استخدامها، سوء استخدامها، ويؤدي إلى فقدان الأرض لقدرتها البيولوجية، فلا تصلح للزراعة والرعي. إذن للزراعة والرعي هنا سوء الاستخدام، سوء الاستخدام هو أحد أسباب التصحر. ومن أسباب التصحر هو الرعي الجائر، الرعي الجائر، الرعي الجائر، وأيضا تشويه استخدام الأرض بالنسبة للأرض للأغراض العمرانية والصناعية.